أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بيكم في برنامج الفيزياء لغات Physics for Grade 3 Secondary Stage. من منصة البث المباشر هنبتدي النهاردة نكمل الـ Second Semester، بنتكلم في الـ Alternating Current Circuits، والنهاردة الـ Third Part. الأوبجيكتيفز بتاعتنا النهاردة هنقول أول حاجة، أنت بعد السيشن بتاعنا ما يخلص هننفستيجيت the scientific idea of the AC circuit containing a capacitor. يبقى احنا هنعرف يعني ايه كاباستور، هنشوف الـ AC circuit اللي فيها موجود device اللي اسمه كاباستور اللي هنعرفه النهاردة. Develop a logical argument on connecting the capacitor to the AC circuit. هنتناقش ونتكلم ازاي لما بنوصل الكاباستور في الاي سي سيركت ايه اللي بيحصل. Determine the phase difference between the current and the potential difference in the AC circuit containing a capacitor. يبقى احنا هنعرف ان في phase difference ما بين الكرنت والpotential difference في السيركت اللي هي بتشتغل بالاي سي مش بالدي سي وموجود فيها كاباستور. Deduce the capacitive reactance in a capacitor. هنعرف يعني ايه حاجة اسمها capacitive reactance ونعمل لها deduction. Develop a logical argument on capacitive reactance of capacitors network. يبقى احنا هنوصل كذا capacitor مع بعض ونعمل حاجة اسمها capacitor network ونحسب لهم ال capacitive reactance مع بعض. ونبدأ السيشن بتاعنا النهاردة، بنتكلم على الـ AC current and AC voltage in a capacitor circuit. يعني ايه بقى الـ electric capacitor؟ الـ electric capacitor ده مصنوع من two parallel plates separated by an insulator and stores the electric energy in the form of electric field. شكله اهو، عبارة عن two parallel plates، واحد هنا واحد هنا، تمام. البليتس دول مش متوصلين ببعض، بينهم وبين بعض في هنا انسوليتور، والانسوليتور ده علشان ما يبقاش في كرنت يعدي من واحد للتاني، بنخزن جوه الكاباستور ده الالكتريك انرجي على شكل الكتريك فيلد. نفتكر الاندكتور المره اللي فاتت لما مستر ايمن كان بيتكلم، قال ان الاندكتور بيخزن الالكتريك انرجي على شكل ماجنتيك فيلد، اما الكاباستور بيخزن الالكتريك انرجي على شكل الكتريك فيلد. طيب بص كده، ده الكاباستور اهوت، عباره عن تو بليتس، ادي واحد وادي الثاني، وما بينهم الماده اللي في النص دي اسمها داي الكتريك، اللي هي بتبقى عباره عن insulator. symbol لما باجي ارسم الكاباستور شكله كده، لاحظ الفرق ما بين شكل الكاباستور كده وشكل الباتري. الباتري برضو بعمل شرطتين بس، الشرطه القصيره بتبقى نيجاتيف والشرطه الكبيره بتبقى بوزيتيف، اما الكاباستور الشرطتين بيبقوا قد بعض، سواء عملته شرطتين كده او عملت شرطتين كده بيبقوا قد بعض بالظبط. طيب نيجي نقول بقى ايه اللي بيحصل لما الكاباستور يحصل له charging. When the capacitor is charged. تعالى بالراحة كده نقول انا هوصل السيركت بتاعتي، هحط هنا الباتري وهوصلها بالتو بليتس، والتو بليتس بتوع الكاباستور ما فيهمش واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف لانه هو بيبقى في الاول مش مشحون. نبتدي بعد شوية، هنا هتلاقي البليت اللي متصل بالنيجاتيف بول بتاع البتري اتشحن عليه نيجاتيف شارج، والبليت اللي متصل بالاسلاك بالبوزيتيف بول بتاع البتري بقى عليه بوزيتيف شارج، فده بقى كله نيجاتيف كده وهرمز له بالرمز كيو نيجاتيف، وده بقى كله بوزيتيف كده هرمز له بالرمز كيو positive. تمام؟ في الحالة دي هيحصل
potential difference ما بين الاثنين، لان بقى عندي two plates واحد فيهم positively charged والتاني negatively charged، فبقى ما بينهم potential difference ما بين ال two plates. وفي الحالة دي if the quantity of a charge in one of the plates Q هتبقى positive، ال quantity of a charge اللي على التاني هتبقى Q negative، ونلاحظ ان ال quantity of a charge على كل plate بتساوي ال quantity of a charge اللي على plate التانية، بس هنا positive وهنا negative. هيطلع لي حاجة اسمها capacitance. الكاباسيتانس of the capacitor رمزها C. القانون بتاعها Q over V. يبقى أنا دلوقتي طلعت قانون جديد اللي هو في حاجة اسمها كاباسيتور. الكاباسيتور ده لما بنشحنه بإننا نوصله ببطارية، الـ two plates بتوعه هيبقى واحد فيهم positively charged والتاني negatively charged، ويحصل ما بينهم potential difference V أهيا، طلع معايا V، وفي quantity of charges اللي هي الـ Q. وجود الـ V وجود الـ Q سبب لي في إن الكاباستور بتاعي عنده حاجة اسمها الكاباستنس، والكاباستنس دي رمزها C كابتل وبتساوي Q over V. الكاباستنس بتتقاس بيونت اسمها فراد، فاتفقنا ان ال C equal Q over V. ونقول يعني ايه كاباستنس بقى؟ It is the ratio between the electric charge in one of the two plates of the capacitor to the potential difference between them. يعني هي الراتيو ما بين ال Q وال V تديني كاباستنس. بتتقاس بايه قلنا؟ بتتقاس بالفراد. يعني ايه فراد؟ It is the capacitance of a capacitor charged by a charge of one coulomb. ال C دي يعني كولوم، خلي بالنا في فرق ما بين C capacitance و C coulomb. When the potential difference between its plates becomes 1 volt. طيب بص بقى كده، ايه اللي هيحصل when connecting the capacitor to a DC source. انا دلوقتي لما هوصل الكاباستور بالدي سي سورس، اتفقنا ان البطاري هتبتدي تشحن الكاباستور بتاعي، فالبطاري بتاعتي اصلا ليها one pole، هنا positive pole والتاني هنا negative pole. تمام، البوزيتيف pole بتاع البطاري لما هتبص كده هتلاقيه connected مع one plate من الكاباستور ده، لما بنقفل السيركت بتاعتي بيتشحن بالبوزيتيف تشارجز. اما من الناحيه الثانيه هنا النيجاتيف بول بتاع البتري بيشحن البليت اللي من ناحيته هنا بنيجاتيف تشارجز. جت ازاي؟ ان الالكترونز اللي بتبقى طالعه من النيجاتيف بول دي بتجري في السلك هنا علشان تدخل عند البليت ده، فلما بتدخل عند البليت بي هنا بتقلل البوتنشال بتاعه بقى بالنيجاتيف بعد ما كان نيوترال. تمام، فالنيجاتيف تشارجز اللي عند البي هنا بتبتدي تأثر على البليت A، تخلي الالكترونز اللي فيه تبتدي تتحرك من هنا وتروح لحد البوزيتيف بول، فبقى ده عنده نقص في الالكترونز اللي هي اساسا بالنيجاتيف، فبقى مشحون بوزيتيفلي تشارجز. دلوقتي بقى عندي التو بليتس، واحد
charged negatively والتاني charged positively. يفضل الحال على الطريقة دي، إن الإلكترونز بتطلع من النيجاتيف بول وتيجي تتراكم هنا عند البليت بي بتاع الكاباستور، وفي نفس الوقت الإلكترونز بتخرج من الأي بتروح عند البوزيتيف بول بتاع الباتري. لحد إمتى؟ لحد لما يتساوى البوتنشال ديفرنس اللي ما بين A و B مع البوتنشال ديفرنس اللي ما بين ال two poles بتوع الباتري. لما البوتنشال ديفرنس ما بين ال two plates اهو بيزيد increases as time pass till it equate the voltage across the poles of the battery, الflow of charges stops. يفضل الإلكترونات تطلع من النيجاتيف بول علشان تروح تتراكم على البليت دي. في نفس الوقت الإلكترونات بتخرج من البليت A عشان بيأثر عليها الإلكترونات اللي موجودة في البليت وبتروح عند البوزيتيف بول اللفة دي. فده يتشحن بوزيتيف وده يتشحن نيجاتيف. طول ما البطارية بتاعتي البوتنشال ديفرنس ما بينها وما بين هنا أكبر، طول ما الإلكترونات بتتحرك لحد لما يتساوي هيتساوى البوتنشال ديفرنس ما بين الـ two plates مع البوتنشال ديفرنس ما بين الـ two pools بتوع البطارية. في الحالة دي مفيش charges هتتحرك. ويعني ايه مفيش تشارجز هتتحرك؟ يعني حالا نقدر نتكلم على ان الكاباستور بتاعي تشارجد، تم شحنه على الاخر. Flow through circuit is maximum A. نكمل كلامنا. يبقى انا لما بوصل الكاباستور مع الباتري بيفضل الإلكترونز تتحرك لحد لما تقف خالص. وقفت معنى إن التشارجز ستوبت، يعني معناها إن الكاباستور بتاعي تشارجد. ومعنى إن الكاباستور بتاعي تشارجد يعني معنى كده إن أنا بيبقى عندي الأول مومنتري كارنت، والمومنتري كارنت ده بيمشي في السيركت. الأول خالص بيبقى ماكسيمم إيه the moment of connection، أول ما بوصل الكاباستور بتاعي بالبطارية بيبقى الكرنت بتاعي maximum، وبعدين يبتدي يقل decrease gradually لحد لما يقف خالص. ولما بيقف هنا في الحالة دي هقول إن الكاباستور بتاعي charged. طيب إحنا اتفقنا إن ال C equal Q over V، تبقى الـ Q اللي هي الـ quantity of charge equal C times الـ V. طيب أنا حالاً مش هوصل الكاباستور بتاعي to a DC source، لا هوصله بـ AC source. طيب لما نوصل الكاباستور بالـ AC source هيحصل إيه؟ أول حاجة خالص، انت عندك عارف ان الـ AC current بيحصل ان هو يزيد ويقل وبعدين يعكس الدايركشن بتاعه ويزيد في الـ opposite direction وبعدين يقل مرة كمان. طيب انا عندي حالا ان الـ AC current متقسم 4 quarters، ونقول في الفيرست كوارتر، الفيرست كوارتر عندي فيرست هاف سايكل. في الفيرست كوارتر هنا الكاباستور بتاعي بيحصل له تشارجنج، زي ما يكون الباتري بتاعتي بتبتدي تشحن الكاباستور زي الدي سي بالظبط. يعني الناحيه دي نيجاتيف والناحيه دي بوزيتيف. النيجاتيف هيخرج الالكترونز هنا علشان تتراكم على البليت ده وتديله نيجاتيف تشارجز، وبعدين يأثر
على البليت A، يوم البليت A يخرج إلكترونز من هنا تروح الناحية الثانية ويتشحن هو بالبوزيتيف تشارجز. في الحالة دي بقى ده نيجاتيف وده بوزيتيف، يفضل الفلو اوف إلكترونز يتحرك بالشكل ده ويقل، الكيو تبتدي لحد لما نوصل لمرحلة إن مفيش كارنت. تمام كده؟ اللي هي فكرة إن أنا عندي إن الكاباستور بيبقى تشارجد. تمام؟ الكاباستور لما بيبقى تشارجد يبقى البوتنشال ديفرنس بتوين إتس بليت ريتش ماكسيموم فاليو، والماكسيموم فاليو دي اللي هي عندي الفي بقت أكبر ما يمكن. ده فيرست كوارتر. وبعدين الكرنت بتاعي بعد ما كان يزيد لحد لما وصل لماكسيمم هيبتدي يقل. طيب ولما يقل هقول في السكند كوارتر، في السكند كوارتر هنا الاي ام اف بتبتدي تقل، الكرنت الاي سي كرنت بيبقى بدايته بيطلع كده في الفيرست كوارتر اللي هو في اللحظة دي بيشحن الكاباستور بتاعي لحد لما يوصل ان هو تشارجد، وبعدين يبتدي ينزل تاني، ينزل لحد لما يوصل زيرو. يبقى الـ EMF دلوقتي بينزل drops، الـ supply drops. تمام؟ الـ large voltage في الحالة دي هنا هيبتدي يعمل ايه؟ هو بيقل، الـ EMF قلت بتاعت الـ source، يقوم يبتدي الكاباستور بتاعي يشتغل هو as discharging. هيعمل ايه؟ يبتدي يفرغ الشحنة اللي جواه جواه السيركت. هو خلاص اتشحن الناحية دي نيجاتيف والناحية دي بوزيتيف، يبتدي هو يفرغ الشحنة، يخرج من هنا الكترونز والكترونز تانية تيجي الناحية دي، يعني يعمل discharging. يبقى الـ EMF هنا هتبتدي هي وصلت للزيرو والكاباستور هيعمل discharging، ولما هيعمل discharging هيوصل هو كمان للزيرو في النهاية. وكده نبقى خلصنا الفيرست سايكل. طيب نقول بعد كده هيبتدي يدخل في السكند سايكل، سكند هاف سايكل. هو عمل ازاي؟ هو طلع فيرست كوارتر، نزل في السكند كوارتر، وبعدين كده خلص الفيرست هاف سايكل، يبتدي ينزل في الثيرد كوارتر. في الثيرد كوارتر هنا هو غير الدايركشن بتاعه. معناها ايه غير الدايركشن؟ معناها ان بعد ما كانت الناحية دي نيجاتيف بقت دي بوزيتيف، بعد ما كانت الناحية دي بوزيتيف بقت دي نيجاتيف. يبقى هيحصل تشارجنج هنا، والتشارجنج هيخلي البليت A هو اللي بقى نيجاتيف، لان هو الناحية دي اللي متصل بالناحية النيجاتيف، فبيسمح للإلكترونز إنها تمشي لحد لما تشحن بليت A هنا، والبليت B ده هيتشحن positively لأن هيأثر عليه البليت A، يقوم يبتدي يفقد إلكتروناته والإلكترونات تمشي لحد لما توصل هنا. طيب حركة التشارجد في الحالة دي هتفضل على طول؟ لأ، حركة التشارجز بتبتدي كبيرة وبعدين تقل شوية شوية لحد لما الكاباستور بتاعي يبقى وصل لأنه هو بقى فولي تشارجد، يعني البوتنشال ديفرنس هنا بقى ماكسيمم فاليو. لاحظ إن أنا بقول الكرنت بيعدي عشان يشحن الكاباستور، وفي حالة لما الكاباستور اتشحن بقت عندي البوتنشال ديفرنس ماكسيمم فاليو. طيب اخر كوارتر في السايكل بتاعتي، هقول في السكند هاف سايكل دي بيبتدي الفولتج يقل لحد لما هيوصل عند الزيرو. خلي بالك ان ده كده الزيرو. يبقى ايه بقى؟ يبقى في الفورث كوارتر اللي هي موجوده في السكند هاف سايكل، ايه اللي هيحصل؟ بعد ما اتشحن
خالص الكاباستور بدايركشن عكس الدايركشن الاولاني يبتدي يعمل ديستشارجنج. ومعنى ان هو بيعمل ديستشارجنج يعني هيبتدي يفرغ الشحنه اللي جواه في السيركت بتاعتي لحد لما الفولتج بتاعه يوصل زيرو. كمان مره كده ان التشارجنج والديستشارجنج بيفضل يتكرر، يحصل تشارجنج يقوم ويعمل تشارجنج وبعدين يروح عامل تاني ديستشارجنج ونرجع تاني تشارجنج تشارجنج في الاوبوزيت دايركشن وبعدين ديستشارجنج مره تانيه. طيب نتكلم على في حاجه اسمها instantaneous current intensity passing in the circuit. والinstantaneous current اللي هي الاي الكرنت اللي بتحصل في السيركت بتاعتي. الكرنت ده انا عارف ان الاي واخدها في شابتر 1 اي ايكوال دلتا كيو اوفر دلتا تي. ولسه حالا من شويه احنا قايلين ان السي ايكوال كيو اوفر في، بقت الكيو ايكوال سي في. تمام. طيب يلا نعوض عن الكيو دي نحطها هنا، بقت الاي هتبقى ايكوال دلتا بدل كيو هتبقى دلتا سي في على دلتا تي. مظبوط. طيب انا لما اقول دلتا سي في مين اللي بيتغير؟ هنا اللي بتغير البوتنشال ديفرنس، السي ما بتتغيرش، يبقى انا اقدر اطلع السي فهتبقى الاي ايكوال سي دلتا في اوفر دلتا تي، ان البوتنشال ديفرنس بتاعي بيتغير مع مرور الوقت اللي هي مع الدلتا تي. انا كده حسبت الكرنت. في حاجة بقى اسمها الphase difference between the current and the potential difference. لما تيجي ترسم ال sinusoidal wave اللي بتعبر عن ال potential difference والcurrent اللي موجودين في الكاباستور هتلاقي المنظر كده. ده الcurrent اهي، وهنا اي اهي، اتحرك ازاي كده، وده البوتنشال ديفرنس من هنا اهو بيتحرك بالشكل ده. الملحوظه ان لما الكرنت كان زيرو البوتنشال ديفرنس بتاعي ماكسيمم، ولما البوتنشال ديفرنس زيرو الكرنت هنا ماكسيمم. تعال نبتدي من الأول هنا كده، نقول في حاجة اسمها phase difference، في phase angle ما بينهم. الphase angle دي بجيبها ازاي؟ بجيبها إن أنا بعمل على الكيرف ده بعمله tangent. لو عملت tangent هنا من عند نقطة الزيرو بتاعة ال V curve هعمل tangent هنا. هتلاقي التانجنت بتاعي ليه سلوب، لكن لو عملت التانجنت من هنا هتلاقي التانجنت بتاعي بارلل للاكس اكسس. قدام هو بارلل للاكس اكسس يبقى السلوب بتاعه هيبقى زيرو. خدت بالك؟ يبقى هنا كرنت سابق ال في. ازاي؟ هو احنا مش كنا بنقول لما بنيجي نشحن الكاباستور الاول بوصله بالبتري يقوم كرنت يمشي فيه، والكرنت ده بيبقى ماكسيمم في البدايه لحد لما يبتدي يقل يقل جراديولي علشان في الاخر البوتنشال ديفرنس ما بين التو بليتس هيبقى بيساوي البوتنشال ديفرنس ما بين التو بولز بتوع البتري اللي متوصله في الحاله دي مفيش كرنت، وفي الحالة دي بيبقى البوتنشال ديفرنس ماكسيمم بيبقى اسمه تشارجت. يبقى أنا بتكلم إن في كرنت سابق
الـ potential difference. ولما جينا نرسمها لاحظنا ان الـ current اهو يسبق الـ potential difference since the voltage varies with the phase angle as a sine wave delta V over delta T. بجيبها منين؟ بجيبها من الـ slope of the tangent drawn to the curve. أنا علشان أرسم tangent هنا هعرف أجيب الدلتا V over delta T وأجيب منها الفيز أنجل. هعمل tangent من هنا أجيب الدلتا V over delta T هتطلع بزيرو، وفي الحالة دي الفيز أنجل هنا هيبان معايا. طيب أول حاجة خالص بنتكلم فيها بقى علشان أشرح الكلام ده، هقول إن لو هعمل سلوب، السلوب بيبقى الماكسيموم فاليو بتاعته أو البيك فاليو بتاعته لما ال v بتبقى زيرو. عشان هرسم تانجنت من هنا هيديني قيمة، تمام؟ في الحالة دي هنا أهو ال v زيرو، الكرنت ماكسيموم. تعال نشوف هنا عند d، لو عملت تانجنت من هنا هتلاقي التانجنت ده مديني السلوب بتاعي ماكسيموم، وال v أهي زيرو، والكرنت هنا ماكسيموم. يبقى الـ slope reached its peak value when the phase angle equals zero. عرفنا بقى الكلام ده يعني ايه، يبقى الـ current intensity بتاعتي هتوصل للـ maximum value. وبعدين الـ slope بتاعي بيقل gradually. بص احنا اتفقنا هرسم هنا tangent واحسب الـ slope. تعال ارسم التانجنت هنا هتلاقي الـ slope بتاعه أقل، لحد لما يوصل هنا هيبقى زيرو. يبقى الـ slope decrease gradually as the potential difference increase. بيبقى الـ slope زيرو لما الـ potential difference هيوصل للـ peak value. تمام كده؟ معنى كده إن الـ relation بتاعتي هنا inverse relation. يبقى في الحالة دي الـ slope بتاعي اللي هو الدلتا V over delta T اللي بيديني phase angle بيتناسب عكسي inverse relation مع الـ current. طيب the slope of the tangent becomes negative when the potential difference decrease and instantaneous current intensity becomes a negative value. فين بقى؟ احنا اتفقنا ابتدي من اول هنا واعمل التانجنت كده احسب السلوب بتاعه هلاقي كبير، ده الماكسيمم لما الفي هنا كانت بزيرو. اطلع فوق كده واحسب السلوب هنا هتلاقي السلوب بيقل. بيقل ليه؟ علشان البوتنشال ديفرنس بتاعي اهو زاد، ولو هتحسب دلتا في اوفر دلتا تي هتلاقيها اقل. لما وصلنا للبيك هنا السلوب بتاعي هيبقى زيرو، والزيرو ده حاصل مع ايه؟ مع ماكسيمم بوتنشال ديفرنس. يبقى زيرو فيز زيرو كرنت. هنعكس الدايركشن، ونعكس الدايركشن اعمل كده السلوب هنا، هنعمل التانجنت في الحته دي كده، التانجنت ده كده هيبقى نيجاتيف. نيجاتيف لانه لو هتوصله لحد الاكس اكسس هيديلي الشكل كده، مش زي الشكل اللي بيبقى بوزيتيف من هنا، تمام؟ طب التانجنت هنا بقى نيجاتيف، البوتنشال ديفرنس بتاعي بيبتدي يقل لحد لما هنوصل عند الزيرو هنا، تمام؟ وبعدين يبتدي يعكس الدايركشن بتاعه وهكذا. هنا اتفقنا ان الكرنت بتاعي دايما سابق البوتنشال ديفرنس. current سابق potential difference هرسمها كده. الآية اهي لما تنزل كده تلاقي potential difference اهي. خلاص عرفنا الحوار ده، تمام؟ ماشي. احنا قلنا it's obvious that the voltage lags the current by phase angle 90 degree A quarter cycle due to the capacitance of the capacitor. تمام؟
في حاجة كمان اسمها الكاباسيتيف رياكتانس. لاحظ أنا بتكلم في الكاباستور. الكاباستور لما اتكلمنا عليه قلنا ازاي بنعمله تشارجنج، ازاي بنعمله ديسشارجنج، ايه اللي بيحصله لما بيتوصل ببوتنشال، ايه اللي بيحصل لما بيتوصل بدي سي كارنت، ايه اللي بيتوصل لما اللي بيحصل لما بيتوصل بالاي سي. وعرفنا ان في حاجه اسمها كاباستانس اللي هي السي، والقانون بتاعها كيو اوفر في. الكاباستانس حاجه، الكاباستيف رياكتانس حاجه تانية اهي رمزها اكس سي. والكاباستيف رياكتانس دي اللي هي is the opposition to the flow of AC current in a capacitor due to its capacitance. الحاجة اللي بتمنع حركة أو الفلو بتاع الـ AC current في الكاباستور نتيجة إن هو ليه capacitance. والحاجة اللي بتمنع دي اسمها capacitive reactance، تتقاس بالأوم. زي مين؟ زي الريزيستنس. بس نخلي بالنا ان كان في الريزيستنس الكرنت والبوتنشال ديفرنس سيم فيز، زي ما مستر ايمن كان قايل الكرنت والبوتنشال ديفرنس كانوا سيم فيز. اما هنا الكرنت سابق البوتنشال ديفرنس باي 90 ديجري. طيب الكاباسيتيف رياكتانس اللو بتاعها بيقول ايه؟ الاكس سي ايكوال 1 اوفر 2 باي اف سي. الاف الفريكوانسي والسي الكاباسيتانس، وال2 باي اف على بعضها بنقول عليها اوميجا، فبقت الاكس سي ايكوال 1 اوفر اوميجا سي. الاف اللي هي frequency current frequency، c اللي هي capacitance، الاوميجا اسمها ايه؟ angular velocity. وخلي بالك ان الangular velocity لها علاقه بالcurrent frequency، ان الاوميجا equal to pi f. طيب الفاكتورز اللي بتاثر او factors that affect the capacitive reactance of a capacitor. اول حاجه نبص على low. اللو اكس سي ايكوال 1 اوفر 2 باي اف سي، مظبوط؟ خلي بالك نجيب الفاكتورز ازاي. اولا انا عندي الاكس سي ايكوال 1 اوفر اي حاجه، بقت الريليشن بتاعتي دلوقتي انفرس ريليشن مع مين؟ مع اللي تحت ال1 دول. طب اللي تحت ال1 ده ادي ال2 والباي، ال2 والباي دول constant values، يبقى دول ما ينفعش ان انا اقول عليهم factors. امال فين الفاكتورز؟ الفاكتورز الحاجه اللي هي بتتغير، فبتغير في الكاباسيتيف رياكتانس. انا عندي الاف بتتغير تقوم تغير في الكاباسيتيف رياكتانس، السي بتتغير فبتغير في الكاباسيتيف رياكتانس. فيبقى الفاكتورز affecting the capacitive reactance of the capacitor، اول واحد خالص الكرنت فريكوانسي اللي هي الاف، ومن هنا نقدر نقول انها inversely proportional. ولو هرسم جراف ما بين الاكس سي على الواي اكسس و1 اوفر اف على الاكس اكسس، هيطلع معايا شكل الجراف straight line passing through the origin. وفي الحاله دي السلوب بتاعي هيبقى الاكس سي اوفر 1 اوفر اف، اكس سي over 1 over f. والf دي demonstration هتطلع فوق، هتبقى السلوب بتاعي equal xc f. تمام؟ طب تعالى نعوض في اللو. انا معايا xc equal 1 over 2 pi fc، لو ضربتها في f هنا هتبقى equal 1 over 2 pi c. دي الريليشن ما بين الكاباسيتيف رياكتانس والكرنت فريكوانسي. بس لا، ما احنا اتفقنا ان في الكاباستانس كمان. الكاباسيتيف رياكتانس والكاباستانس هتبقى ريليشن ما بينهم ايه؟ انفرس ريليشن، لانها برضو 1 اوفر. فبما انها انفرسلي بروبورشنال
انا لو هرسم الريليشن ما بين الاكس سي على الواي اكس و 1 اوفر سي على الاكس اكس، هتطلع معايا الجراف شكله straight line passing through the origin. وفي الحالة دي لو هحسب السلوب هيبقى ال xc over 1 over c which will equal xc times c اللي هي هتبقى equal 1 over 2 pi f. نلاحظ بقى شوية notes كده ان الكاباسيتيف reactance does not cause energy loss. Capacitive reactance. الXC مش زي الR. الR بتعمل energy loss وبيخرج الenergy من resistance على شكل heat energy. أما capacitive reactance does not cause energy loss. ليه بقى؟ لأن الكاباستور stores the electric energy in the form of electric field. تاني حاجة إن الelectric current intensity passing in a circuit includes a capacitor is determined from the relation. الrelation بتاعت الelectric current intensity ال I بتساوي ال potential difference اللي هي ال VC على ال capacitive reactance اللي هي ال XC. هنا هقدر أقول إن الـ I equal V over XC، يعني طبقت عليها Ohm's law. In high frequencies the circuit becomes as if closed. الـ high frequency كأن السيركت بتاعتي مقفولة. ليه؟ علشان الـ capacitive reactance بتبقى very small. وما دام الـ capacitive reactance very small والكاباستيف رياكتانس بتتناسب inversely relation مع الكرنت فريكوانسي، في نفس الوقت الكاباستيف رياكتانس اهي inversely relation مع الكرنت انتنسيتي الاي، يبقى في الحاله دي الالكتريك كرنت انتنسيتي هتزيد. نقول تاني، احنا لسه قايلين ان ال XC equal 1 over 2 pi F C. High frequency يعني ايه؟ High frequency يعني ال F دي كبيرة، فلما الـ F دي تزيد الـ XC دي هتقل، بس الـ XC دي inverse relation مع الـ I، الـ I دي اللي هي الـ current intensity. فيبقى in high frequency إيه اللي هيحصل؟ الـ XC هتبقى very small عشان الـ relation ما بينهم هي inverse، وفي نفس الوقت الـ electric current intensity هتـ-increase. تمام؟ طيب أنا دلوقتي لو معايا أكتر من capacitor connecting، يبقى أنا عايز أعرف هيحصل إيه؟ هل لما بوصل أكتر من capacitor in series زي لما بوصل أكتر من resistor in series؟ هل لما بوصل أكتر من capacitor in parallel هيبقى زي لما بوصل اكتر من ريزيستور in parallel؟ يلا نشوف. اولا انا لما هعمل network capacitor network فانا هوصل many capacitor in series. in series اهو، خلي بالك بقى دلوقتي ده الكرنت بتاعي زي ما احنا متفقين دايما، طالما ان احنا بنتكلم ان احنا موصلين in series يبقى الكرنت اللي داخل هنا هيطلع هو نفس الكرنت هنا، هيطلع هو نفس الكرنت هنا هيطلع، يعني الكرنت مش بيتجزأ. نفس الوقت البوتنشال ديفرنس ما بين التو بليتس بتوع سي 1 هيبقى في سي 1، البوتنشال ديفرنس ما بين التو بليتس بتوع سي 2 في سي 2، البوتنشال ديفرنس ما بين سي 3 بقى في سي 3.
اما البوتنشال ديفرنس من اول هنا لحد هنا عباره عن روح ده في اي بي. تمام. الايكوال في 1 بلس في 2 بلس في 3. اي في متفقين انها ايكوال كي احنا لسه قايلين الكاباستنس ال سي ايكوال كي اوفر في، يبقى ال بي ايكوال كي اوفر سي عملنا سيزر. يبقى هنا ال بي ايكوال كي اوفر سي. طيب بما ان الكرنت بتاعي ما بيتجزأش كونستنت، احنا متفقين ان الكرنت ايكوال كيو اوفر تي او دلتا كيو اوفر دلتا تي، ما دام تايم كونستنت لان هو نفس الزمن اللي هيعدي فيه الكرنت من سي 1 لسي 2 لسي 3، يبقى انا اقدر استغنى عن الكرنت واقول بداله اللي اتشارج على طول كيو. يبقى V1 equal Q over C1، V2 Q over C2، V3 Q over C3، والQ constant عشان current constant. لما نكنسل الQ قدام بعض يبقى 1 over C total equal 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. الله، ده الكاباسيتورز بتاعتي متوصلة إي سيريز، ولو أنا فكرت إنها زيها زي الريزيستورز كنت هقول ان ال R equivalent equal R1 plus R2 plus R3، لكن لا، لذلك انا بتكلم مش بتكلم في ريزيستنس. لما بوصل كاباسيتورز in series هيبقى ال 1 over C equivalent equal 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. ولو هتكلم على ان الكاباسيتورز دول equal كلهم C بس وعددهم يعني بس ثلاثة أي number، يبقى C equal C1 over N. طيب نوصل برضو network of capacitors، بس المرة دي هنوصلهم in parallel. لما هنوصلهم in parallel بقت ال Q هنا هي اللي بتتجزأ، لأن الكرنت بيدخل من هنا جزء منه بيروح كده بقى بيكمل ويروح جزء تاني هنا، والباقي بيكمل ويروح جزء تالت هنا، يعني الكرنت بيتوزع. بما ان الكرنت بيتوزع يبقى التشارج بتتوزع، يبقى اقدر اقول ان الاي ايكوال اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3، واقدر اقول ان الكيو ايكوال كيو 1 بلس كيو 2 بلس كيو 3. طب والبوتنشال ديفرنس؟ البوتنشال ديفرنس كونستنت، لان البوتنشال ديفرنس من ال بي هو نفس البوتنشال ديفرنس عند سي 1، هو نفس البوتنشال ديفرنس عند سي 2، هو نفس البوتنشال ديفرنس عند سي 3. البوتنشال ديفرنس هنا كونستنت. ال كيو اتفقنا ان اللو بتاعي سي ايكوال كيو اوفر في، ال في هتبقى ايكوال كيو اوفر سي، طب الكيو هتبقى في سي، يبقى هنا الفي سي ايكوال VC1 plus VC2 plus VC3. هنكنسل ال V لأن ال V constant، بقت ال C equal C1 plus C2 plus C3. ولو كانوا كلهم equal هي ال C واحدة C1 وعددهم N ومتوصلين in parallel، وبتك على كلمة in parallel، بقت ال C equal N C1. نلاحظ تاني إن الكاباسيتورز بتاعتي توصلها مش زي الريزيستنس، عكسها. يبقى الكاباسيتورز لما بتبقى كونكتد ان بارلل هتبقى ال C equal C1 plus C2 plus C3، ولو هما equal بقت ال C equal N C1. ويلا نجرب كده نحل. انا معايا 2 سيركتس، خلي بالك السيركت الاولانية فيها 4 capacitors كلهم متوصلين in series، والفريكوانسي F1 F بس، الفريكوانسي هنا F. طيب ده figure 1. figure 2 في برضو نفس ال 4 capacitors، بس كل اتنين منهم متوصلين in parallel،
وبعدين الاثنين اللي متوصلين بارلل مع بعض اهوت متوصلين هنا ان سيريس مع بعض. والفريكوانسي اف 2 بتاع السيركت الثانيه ايكوال تو اف. شفت انا بصيت الاول على الفيجر كويس جدا قبل ما اقرا السؤال. يلا نقرا السؤال. In the two electric circuits, if the capacitance of each capacitor is C, so the ratio اللي هي capacitive reactance in figure 1 over the capacitive reactance in figure 2 equal 8 over 1 ولا 2 over 1 ولا 1 over 2 ولا 1 over 8. هو عايز capacitive reactance اللي هي ال XC صح؟ نبتدي نتكلم احنا وحطينا الفيجر قدامنا عشان نعرف نحسب على اساسه. وبنقول هنمسك فيجر 1 كاباسيتورز كلها كونكتنج ان سيريز، يبقى اكس سي 1 ايكوال 1 اوفر 2 باي سي توتال 1 في اف 1، ما هي الاكس سي ايكوال 1 اوفر 2 باي اف سي صح؟ الاف عندي اف 1 عشان هي فيجر 1، والسي بتاعتي سي توتال وسي توتال 1. نعوض اكس سي 1 هتبقى ايكوال 1 اوفر 2 باي، دول اربعه كلهم ايكوال سي، اتفقنا هتبقى السي توتال بتاعتي هتبقى سي اوفر ان، والان بتاعتي اربعه يعني بقت سي اوفر 4. والفريكوانسي اللي هي كانت اف 1 بقت اف، بس شلت الاف حطيت الاف دي. دي كده اهو equation انا كونتها على فيجر 1، لان هو عايز الكاباسيتيف رياكتنس. كاباسيتيف رياكتنس اتفقنا القانون بتاعها 1 اوفر 2 باي اف سي. طيب ناخد فيجر 2. فيجر 2 برضو الكاباسيتيف رياكتنس الاكس سي 2 1 اوفر 2 باي اف سي. الاف بتاعتي اف 2 اللي هي لما هشيلها هحط مكانها 2 اف، والسي توتال بتاعتي هنا 2. هقول ان انا معايا اتنين مع بعض متوصلين ان بارلل، فيبقى السي ايكويفالنت بتاعتهم هتبقى ايكوال 2 سي هنا و 2 سي هنا، وبعدين دول مع بعض متوصلين ان سيريس اللي هي هتبقى equal C بس. جت ازاي؟ دول مع بعض in parallel هجمعهم بقت 2C، دول مع بعض in parallel بقت 2C، 2C متوصلة مع 2C in series، والاتنين بيساووا بعض هقسمها على عددهم، يبقى هي ال 2C هقسمها على عددهم اللي هي 2، 2C over 2 بقت C بس، يبقى أنا عندي الكاباستانس أهي بقت سي بس. نعوض اكس سي 2 equal 1 over 2 باي أهي 2 باي، اتفقنا السي حسبناها. الاف 2 عبارة عن 2F، جبتها منين؟ من الفجر. بعدين أنا عايز أحسب اكس سي 1 over اكس سي 2 حسب المطلوب من السؤال بتاعي. لما هتعوض هتلاقي نفسك بتقسم 2 باي سي توتال 2 اف 2 على 2 باي سي توتال 1 اف 1، لان الريليشن هنا فيها 1 اوفر 1 اوفر يعني انفرس ريليشن. يبقى الاكس سي 1 اوفر اكس سي 2 2 باي هتكنسل 2 باي، والسي توتال 2 اف 2 عباره عن سي مضروبه في 2 اف اهي، والسي توتال 1 اف 1 عباره عن سي اوفر 4 مضروبه في اف اهي. ال 4 دي هتطلع فوق ديمونستريشن او ذا ديمونستريتور، هتبقى ايكوال ايه؟ ديمونستريشن. تمام 2 تايمز 4 ادتني 8، والسي هتكنسل السي والاف هتكنسل الاف، يبقى الريشيو بتاعتي بقت 8 over 1
يعني الانسر بتاعتنا ايه؟ second question بيقول لك 3 capacitors their capacitance are 20 40 80 microfarad connected together. لاحظ انها بالمايكروفاراد وانا لازم بتعامل بالاس اي يونت، يبقى انا لازم هضربها تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 عشان احولها لفراد. With the source of EMF 100 volt and its frequency 50 hertz, the electric current intensity passing in the circuit is، وادي الاختيارات بتاعتي 140 times 10 to the power negative 6 ampere ولا 4.4 ampere ولا 140 ampere ولا 22.73 ampere. نبتدي نفكر هو ايه اللي مطلوب مني وايه ال given اللي معايا. هي C1 equal 20 times 10 to the power negative 6، C2 80 times 10 to the power negative 6، C3 40 times 10 to the power negative 6، وحولتهم كلهم لفراد. وبعدين عندي ال V اتفقنا انها 100 فولت والفريكوانسي 50 هرتز، وهو عايز الكرنت انتنسيتي. أول حاجة هحسب لأن هما متوصلين in parallel، يبقى أنا هحسب ال equivalent capacitance C equal C1 plus C2 plus C3 وهجمعهم اهوت. طلعت معايا بالكالكوليتر 140 times 10 to the power negative 6 فراد. جبت الكاباستنس، نجيب الكاباستيف ريأكتنس. الكاباستيف ريأكتنس بتاعتي XC، XC equal 1 over 2 pi FC، يبقى ال 1 over ادي 2 في الباي اللي هي 22 over 7، طلعت 7 فوق اهي، تايم الفريكوانسي 50 هرتز اهو، يبقى انا جبت 2 باي اف. السي بتاعتي اللي انا لسه حاسبها 140 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 6، بالكالكوليتر على طول هتطلع معايا الاكس سي ايكوال 22.73 اوم. ده انا كده حسبت الاكس سي، هو طالب الاكس سي او طالب الكرنت انتنسيتي الاي. الاي equal V over XC، يبقى هتبقى equal 100 over 22.73. هيطلع معايا الناتج ان الكارنت انتنسيتي equal 4.4 امبير، يبقى الانسر بتاعتي V. سؤال كمان، what is the effective value of voltage across a capacitor with capacitance 1 over 2 pi. لاحظ انها 1، في عندي هنا بوينت اهي ما تقراهاش 100 مايكرو فراد، وكلمه مايكرو اتفقنا لما بتلاقي المايكرو بتضرب على طول تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 عشان ابقى حولتها لفراد. كارينج 1 ملي امبير، ودي ملي، العلامه دي مايكرو 10 تو ذا باور نيجاتيف 6، العلامه دي ملي 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. effective value of AC current at 60 هرتز، والتشويسز بتاعتي 16.7 فولت، 13.2 فولت، 32.2 فولت and 0.560 فولت. نبتدي ندور على الجيفن بتاعتي. لاحظ معايا الاي افكتيف اللي هي 1 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3، معايا الفريكوانسي 60 هرتز، معايا الكاباستنس اللي هي 1 over 2 pi وحولتها لفراد times 10 to the power negative 6، وانا عايز اجيب ال effective value بتاعت ال potential difference اللي هي delta V effective equal
اي افكتيف الاكس سي، والاكس سي لوحدها ايكوال 1 اوفر 2 باي اف سي، تبقى اي افكتيف اوفر 2 باي اف سي. ونعوض الاي افكتيف اهي اللي هي 1 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 اوفر 2 باي، والاف اللي هي 60 والسي اللي هي 1 اوفر 2 باي تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 6. وعلى طول حضرتك بالكالكوليتر هتطلع معاك الدلتا في ايكوال 16.7، بتبقى الانسر بتاعتي A. شكرا ليكم، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ولو جزء بسيط من حلقة النهاردة، ومع السلامة.